هذا بشار الأسد وأعوانه كما ترون أمامكم ماذا يفعل في مساجدنا. فوالله الذي لا إله إلا هو، فوالله الذي لا إله إلا هو، لا نسكت على حرمة مساجدنا ولا على قتل أطفالنا ولا على ديننا. والله 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 سنقاتلك يا حزب الشيطان يا نصر الله. فحاش أن يقول اسم الله معك، أنت نصر للشيطان. فوالله والذي لا إله إلا هو سنقاتلكم حتى آخر نقطة دم فينا. وأنا بقول لبشار الأسد لإيران ولحزب الشيطان، عدوش كدقيت الكون وبالبارودة دقيت الكون وبالقناصة دقيت الكون وبالطبية لأسعف الخلق على الجبهات وين ما كنتوا، أنا بالمرصاد الكون بإذن الله تعالى. الله أكبر. وأنا كبرتك خسائر كبيرة يا بشار الأسد. الله أكبر. أنا ذبحت لك الإيرانيين وحرقت لك ياهن. فأقسم بالذي لا إله إلا هو سنقاتلكم بأطفالنا في أولادنا في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر والعزة لله.